وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا شركتنا تحفة. ده مكتبك. ده مكتبي؟ يعني اقعد عادي؟ اقعد. انا اقعد. لانه عاجبك؟ عاجبني كتير. اسمع، المفروض تبدا مهام وظيفتك فورا. الاحداث مشتعله في كل مكان، واللحظه اللي ما بتتوثق بتضيع. لازم تكون فاهم ده كويس. انا فاهم ده كويس، عشان كده انا كلمت واحده صاحبتي صحفيه شاطره جدا في مصر، هتبعت لي كل حاجه اول باول. واحده ما بتكفي، لازم يكون لك صلات بمجموعات كبيره، عشان يكون عندك كم كبير من المعلومات تقدر تشتغل منها افضل. ايوه عدنان، بس ده محتاج وقت ومحتاج تفكير. ما تقلق،
احنا لنا صلات بمجموعات كبيرة من النشطة السياسيين وشباب الإعلاميين المصريين، راح ننسق معهم ونعرفك بيهم عشان تتولى انت الملف بالكامل. جريت، اوكي. آخر شيء، في دورة تدريبية بينظمها المكتب لعدد من الشباب العرب وللموظفين عندنا، أنا شايف إنه مهم إنك تنضم ليهم. مفيش مشكلة، ننضم، ننضم. أوكي. ديل؟ ديل. جو أهيد. والله يا محمود بيه ده اللي أنا فكرت فيه. أنا قلت إن سعادتك حبايبك كتير، كل الرتب اللي ماسكة السكون تلاميذك، ويتمنوا يخدموا سعادتك، مش كده ولا إيه؟ أخوك أكد لك فعلاً إن هم جم وراه؟ معلش أنا مش مطمن للسؤال ده. ما أخبيش عليك يا ميمي، طلبك ده وفي الوقت ده بالتحديد مستحيل. أنا من ساعة ما عرفتك وأنت راجل معايا، ويضايقني جدا إني ما أعرفش أساعدك. يا باشا هو أنا بقول لك خرجوا من دورة؟ ده أنا بقول لك دخلوا دورة. شهرين تلاتة لحد ما الدنيا تهدى. أنا فاهم، بس سجن طرق أو أي سجن تاني في مصر دلوقتي العين عليه. أنت ناسي مين اللي جوه؟ كل يوم تفتيش ومراقبين وشعب بتطلع والنيابة بتروح تتأكد. ده خير بقى الإعلام ما بيسكتش. لا انسى انسى. ماشي يا باشا، ربنا يسهل إن شاء الله. أنا هشوف حل تاني. شوف يا ميمي، الحل الوحيد دلوقتي إنه يفضل تحت عينيك، وأي حد يهوب منه تصطاده. هو انا هعلمك ميمي ولا ايه؟ قولي لازمك سلاح؟ سلاح يا باشا، الخير كتير. يبقى خلاص، وان شاء الله هعوضها لك في حاجه تانية. تتعود ان شاء الله يا باشا، معلش تعبتك معايا. ازيك؟ انا عايزك تباركيلي. انا دلوقتي بقيت شريك في شركه اعلاميه كبيره قوي. لا والله بتكلم بجد، ازاي ده حصل هشرح لك بعدين. المهم دلوقتي انا عايزك تبعتيلي كل الصور والفيديوهات اللي بتحصل في مصر. اللي انت بتعمليها. لا خالص، انت هتشتغلي معايا انا. تمام، هايل هايل جدا. طيب هتبعتيه امتى؟ خلاص انا هبعت لك مسج عليها الايميل، ابعتي لي عليه. اوكي، خلي بالك من نفسك وانت كمان. سلام.
بص بقى، انت هتحط ايدك كده اهو، يلا حط ايدك على رجلي، وانا بقى ايه همسك في ايدي كده اهوت واقول لك ايه بس 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 ورخص على ايدك. يلا انا بقى العب، يلا يلا. هيبطل الدق ده كل حاجته متلخبطه كده ومترنيه، انا اللي هقعد اوضف واعمل. يا سماح يلا سماح عشان رامي جه. انت كمان نفسك في حته عين، حارم نفسك وحارمني منه ليه؟ ايه ده سماح؟ من امتى وانت بتفتشي في حاجتي؟ ورحمه ابويا عمري ما عملتها ولا هعملها، وانت عارف ده ربنا، ربنا اللي عايزني اشوف عشان يقول لك كفايه بقى، حرام عليك بتعمل فيا كده ليه يا ريان؟ ليه عايز تحرمني من احلى كلمه في الدنيا؟ ليه مش عايز يجيلي بنت ولا ابن ويقولوا لي يوم؟ ليه بتخليني امشي في الشارع وشوف اي واحده شايله عيل واقول يا بختها؟ ليه يا ريت؟ ليه؟ مش لازم تطلعي زي سماح، انا تعبت واتمرمطت في الدنيا دي، مش عايز العيل يجي يتمرمط هو كمان، مش عايزه في يوم الأمن يجي يدعي عليا. واحنا من امتى لعنا اهالينا عشان عيالنا يجوا يلعنونا؟ يا بنت الناس افهميني. افهم انت يا ريان، لازم تعرف ان انت حارمني من احلى احساس في الدنيا، والست عمرها ما بتحس ان هي ست غير لما يبقى معاها حته عيل، وانت حارمني من ده وعمري ما هسمع. الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت عايز تسيبني يا راي مش كده؟ الموضوع واضح زي الشمس، عايز تسيبني عشان يوم ما تيجي تطلقني تبقى خفيف خفيف مش كده؟ سمعت كل حاجة في حياتي، ما أعرفش أعيش من غيرك ولا أعرف أعيش مع واحدة تانية. أنا عارف إن حقك يبقى ليك عيل، بس أنا خايف بجد، خايف، خايف العيل اللي يجي ده يستعر مني، خايف حد يسأله في يوم من الأيام أبوك مين، يتكسف يقول أبويا مين. أوعى أسمعك بتقول كده، من كام يوم قاعد بتكلمني على الفلوس والرجاله اللي معاهم فلوس. لو بتتكلم على الفلوس فانت شفت الرجاله اللي كانوا بيترموا تحت رجلي وسبتهم كلهم وجيت لك انت، عارف ليه؟ عشان بحبك، عشان كان كل املي في الدنيا اني ابقى ماشيه جنبك في الحته والناس تقول ايه اللي الرايق اختارها وحبها. شفت بقى انت كبير في نظري ازاي؟
متخيل يعني يوم كده اما نجيب حته عيل هيبقى بيحبك قد ايه؟ خلاص يا سماح، خلاص احنا هنسيبها على الله، واللي لينا فيه نصيب هنشوفه. قومي غيري هدومك عشان رامي عبد الله مستنيكي. يلا مين اللي هيلعب تاني بس؟ اهلا اهلا اهلا. اهلا يا طن. بتلعبي ايه يوم؟ بلعب البسه يا بنت. البسه؟ لا احنا هنلعب استغمايه. تلعب استغمايه معايا يا رامي؟ ايوه بس هستخبى فين؟ تستخبى فين؟ تستخبى جوه دي زوزة بص. وانا يا رب. يلا يا حبيبي. جميل. خلي بالك من نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلامة يا رب. على مهلك يا حبيبي. أنا أحلى. مساء الفل يا سيكا. أنت إيه اللي نزلك؟ مش منب عليك ما تتحركش. اتخنقت يا رايق من الحبسة اللي أنت حبسها لي دي. قلت أجي أطل عليك. طب يلا اتفضل اطلع أروح مشوار أرجع. يلا. مين الأمور؟ ده رامي. دبي. ازيك يا رامي؟ ازيك يا انكل؟ هيبقى كده؟ يا عم يلا اطلع. اقعد على القهوه شويه. مفيش قهوه الله يرضى عليك، مش عايزين مصايب. هطلع فين يا عم؟ هو في مكان فوق؟ يا عم اتصرف. على الارض على الكنبه في اي حته يا سيكا. يلا. ماشي يا انكل. يلا. ماشي. ما تنزلش بقى من فوق تاني. وانت ما تتاخرش. طب يلا. معلش يا رامي، سهرتك. كنت عندك مدرسه بكره بقى؟ مفيش مدرسه بكره. ماشي احسن برضه. ها مش هنناقش في العمليه ولا ايه؟ ابو يحيى قال مش عايزين دوشه، وبعدين احنا عرفنا مكانه خلاص. يلا يلا بينا. الحساب يا ابني. والنهارده بنجد ان الاعلام التقليدي او الكلاسيكي المتعارف عليه بدا يتلاشى شيئا فشيئا امام الاعلام الجديد. طيب ما هو مفهوم الاعلام الجديد؟ الاعلام الجديد هو الاعلام الذي يعتمد على التقنيات التي حدثت بعد الانترنت. في الاعلام الكلاسيكي كانت المؤسسه الاعلاميه بنخبتها بتوجهاتها لايديولوجياتها تعمل كوسيط للخبر والظهور. اما اليوم اصبح الارسال جماهير والاستقبال. مش ممكن انت يا يوسف برضه زهلت الجنرال اكلمك تقفل في وشي؟ هتفضل طول عمرك تبيع صحابك عشان خاطر الحريم؟ تصدق عيب عليك لما تقول الكلام ده على اخوك. ما انت عارف ان صحوبيه الراجل ب 100 حرمه. اه بس لو جت الحرمه يغور الراجل. صباح الخير. صباح النور. ايه يغور الراجل ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ يغور طبعا. ازيك يا عروس؟ ازيك يا ريم؟ ايه ده انت لسه عارفه اسمي اهو؟ طبعا. تمام مزنوق. اتفضل. ليه المفاجاه الحلوه دي؟ استني تشربي ايه الاول؟ نحله. انا يا سعيد. عصير؟ اتنين عصير. يلا ماشي. مفيش، كنت بعمل شويه شوبينج وشفت البنطلون ده قلت هيبقى حلو عليك قلت اجيبه لك. ايوه بس ده كتير قوي كده يا نادين. مفيش حاجه كتير عليك يا يوسف. وحشتك. وحشتني. وانت كمان وحشتني. وما تقلقان عليا ليه بقى؟ عادي عشان وحشك اكتر. يا سلام. بقول لك يا بنت نادين، انا اكتشفت ان انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا يوسف. خلاص بقى بدل بحبك وبتحبني يلا نتجوز. ايه اهدي، انت هتسيحي لنا في المكان هنا ولا ايه؟ وبعدين الحب الجامد ده بيتنظر. انا لما اتجوز نديم لازم اعمل لها احسن فرح واعيشها احسن عيشه
والبسها احسن فستان فرح فيك يا جمهوريه مصر العربيه. بس انا مش عايزه ولا فرح ولا عيشه ولا فستان ولا اي حاجه، انا عايزه اكون معاك انت يا يوسف، والله العظيم عايزه اكون معاك انت وبس. ايوه حبيبتي بس. مين؟ صاحبه الشغل. طب ما ترد. الو يا مدام غالي، ممكن اعرف ايه مدام دي بقى؟ معاك ناس. انت مش جاي النهارده ولا ايه؟ لا هاجي ان شاء الله. طب لو سمحت عايزاك تسيب كل حاجه في ايدك وتيجي دلوقتي. حلو، عايزه اتكلم معاك شويه يا يوسف. طيب هستناك. مع السلامه. ايه انت ماشي؟ انا لحقت اشبع منك؟ ما انت شايفه اهو بيكلموني في الشغل والدنيا كلها كركبه هناك. طب هشوفك تاني امتى؟ اول ما هفضى هكلمك ونتقابل على طول. فك التكشيره دي بقى، يلا اضحكي عشان نمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تيسير برضو مش كده؟ ايوه. انا مديحه مرات شكري البيومي. شكري البيومي مين؟ شكري البيومي حضرتك ما تعرفهوش ولا ايه؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ازاي بس؟ ده حسن قال لي انك تعرفيه، ده حتى كان بيوصلك حاجات من عنده لعند حضرتك هنا. وهو اللي دلنا على اسمك وعنوانك، يعني اكيد اللي بيقوله ده حقيقي. ما انا بقول لحضرتك انا ما اعرفش حد بالاسم ده، انت ما بتسمعوش؟ استني، ما احنا ما نقصدش حاجه، بس يعني اللي انا عايز اقول لحضرتك ان شكر بيومي كان متجوز الست ديت وفجاه اختفى، فلو حضرتك عارفه مكانه ولا حاجه يا ريت تدلينا عليه نوبك فيها ثواب. يوه، بقول لك انا ما اعرفش حد بالاسم ده، ممكن بقى تتفضلوا ولا اطلب لكم البوليس؟ صباح الفل على اجمل بنت في الدنيا. صباح الخير يا بابي، شكلك مبسوط النهارده وانا بفرح لما اشوفك مبسوط. يعني تحب تشوفني مبسوط على طول؟ سؤال غريب وما يتسالش غير لو في من وراه حاجه. بنت ابوكي صحيح. طيب يا ستي، هو فعلا فعلا وما دام في حاجه خليني بقى انا اللي اقول لك. شكلك كده وقعت على واحده جديده. ايه وقعت دي؟ اسمها اتعرفت على واحده جديده. طب يا سيدي انت اتعرفت على واحده جديده، قول لي بقى وصلت معاها لفين؟ لسه مفيش اي حاجه. ماشي بابي، انا مش هقولك ان انا خايفه عليك ولا هقولك اي حاجه، هقولك بس خد بالك من نفسك، انت من حقك تعرف واحده واثنين وثلاثه ومية كمان، بس بليز لو الموضوع وصل للجواز لو سمحت ما تجيبليش واحده زي داليا عشان انا مش هقبل بده. لا حبيبتي طمني خالص، هي مش زي داليا، دي بنت بلد بتفهم في الاصول. بعدين قبل اي حاجه لو مش هتعجبك انا مش هكمل في الموضوع ده خالص. بابي انت قلت لي نفس الكلام مع داليا وبرضه صممت واتجوزتها. مفيش داعي بقى نتكلم في اللي فات، وبعدين اصلا الموضوع لسه ما اتطورش، مفيش اي حاجه رسمي، فتعالي استنى نشوف ايه اللي هيحصل وبعد كده نتكلم. ماشي انا هسمع كلامك، المهم انا عندي مشوار دلوقتي وهخلصه بعد كده هروح اشتري شويه بضاعه. هترجع لي هنا؟ لا انا هروح على طول. طيب باي باي. باي. أنا آسفة يا سين إن أنا حطيتك في المواقف البايخة دي. مفيش في دماغك يا ربيع، بس اللي زعلان منه إن إحنا ما عرفناش نخرج منها بحاجة، وزي ما جينا زي ما رحنا. بس أنا مش مصدقة الولاد دي إن إحنا ما تعرفوش. شفت أول ما قلنا اسمه صنت شوية إزاي؟ آه أنا لاحظت كده برضه، أنا حاسس إن هي خايفة من حاجة. يا عم يا عم يا ريس يا ريس. مدام تيسير بتقول لحضرتكوا هي متأسفة جدا ومعرفتش تكلمكوا فوق، وده رقم تليفونها، بتقول لحضرتكوا اتصلوا بيها بكره. حاضر حاضر هتصل بيها. مش قلت لك انها خايفه من حاجه؟ الحمد لله، اكيد عارفه عنه حاجه وهتقولها لنا ان شاء الله. يا ما انت كريم يا رب، اكيد عارفه مكانه ياسين. اهدي يا اهدي يا مديحه، عشان هي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. الحمد لله. يلا الحمد لله. الحمد لله. ايه بقى؟ انت عارفه انا بتفرج على الشغل بتاعك؟ انت بتتفرج دلوقتي؟ ايه رايك؟ مش حلو مش سخن، يعني محتاجين اكتر من كده. انا كنت هموت على فكره وانا بصور لك الكلام ده. حق عليا، كان حقيقتي بعته للجزيره. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ انا بس بضايقك، هتموتي ايه بعد الشر عليكي؟ الشغل تحفه على فكره. يلا عايزين من ده كتير، شد حيلك. بجد عاجبك؟ كويس؟ كويس جدا. بس يا ريت بقى بلاش كلمه هموت دي، انت فاهمه ولا ايه؟ ليه؟ امينه قولي أي حاجة بس بلاش أموت دي، أي حاجة يعني. خايف عليا ولا حاجة؟ بصراحة يعني
مش عايزك تتحط في المواقف دي، انا اخاف عليك، دي مواقف خطر جدا يعني. لا لو كده خلي خوفك بعيد عن شغلي، انت لو خايف عليا بجد سيبني اشتغل اكتر واكتر. امينه اشتغلي زي ما انت عايزه، بس خلي بالك من نفسك يعني، لو مش عشانك على الاقل يعني يبقى عشان انا، على الاقل بقول لك يعني. اتفقنا ولا ايه؟ اتفقنا. يا مدام لولا صوتك يعني ما عجبنيش في التليفون، في حاجه ولا ايه؟ في مشكله فعلا، الراجل اللي عملنا عليه الفيلم واشترينا منه الدور جالي وعامل لي مشاكل. قبل ما تقولي مشاكل، اولا ده مش فيلم، دي دفاتر واختام وفلوس اتدفعت خلاص. ماشي يا ري، بس هو عارف انها مش كده. هو عارف ايه؟ جالي وقال لي ان في موظف من الحي اتصل بيه وقال له انت ازاي سايب حقك كده، انت اتلعب عليك وما اعرفش ايه، والحكايه دي مضحوك عليك فيها كلها عشان يلو دراعك وتبيع. هو مالكيش بقى اسم موظف ايه؟ انت بتضحك يا رايق. لازم اضحك يا مدام، يا مدام ده جزء من الاتعاب اللي انا ما حملتهوش عليكي. مش فاهم. انا فاهمك، احنا المفروض كنا ندفع 20,000 جنيه، دفعنا 10، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ال 10 التانيين دول مين يدفعهم؟ ما اعرفش. الزبون. يا مدام الحكايه ما فيها تسعيره ولازم تتحصل، احنا دفعنا جزء وهم اشتغلوا في الجزء الثاني. هو يتصل بيك ويقول لك في واحد كلمني وبيقول لي انت مضحوك عليك من الموظفين الحراميه اللي هنا، وانا عندي اللي يثبت لك حقك. وبعدين؟ بعدين بقى طبعا الراجل لما يصدق يتعلق في قشايه، يقوم دافع الفلوس عشان يثبت حقه، يوم والتاني يكلموه يقولوا احنا اسفين يا حاج، انت كله في التمام، انت مشكلتك مش عندنا، مشكلتك مع فلان الفلاني، وبقابليني بقى. يعني انا تمام؟ انت تمام؟ انت تمام قوي. هو عوني بيه ما صدقنيش عندك ولا ايه؟ لا ازاي؟ هو عوني يقدر يستغنى عنك يا رايق؟ هو كمان حبيبي قوي. اتفضلي يا بنتي. ما تردش عليا ليه؟ كلمتك كتير قوي، كنت عايزه اطمن عليك لحد ما عرفت. انا ما بقتش شايف حاجه. مش ده الحل، انك تهرب وتستخبى. عايزه اشوفك البني ادم اللي انا حبيته، اللي ما كانش بيخاف من حاجة وكان دايماً حميني. مش عايزة أشوفك أضعف مني. ما تخليهمش يكسروك. والنبي ما تخليهم يكسروك. طب ما انا كمان اتبهدلت، اتعريت واتكشف عليا وتقال لي يلا عشان نكشف عليك نشوفك بيت ولا مراية بتاعت الميدان. واتداس عليا بالجزم مع اني ما عملتش حاجه، كنت بساعد ناس بتحب بلدها. قول يا كبير. يا نحله. بقول لك ايه؟ في حوار كده انا ما كنتش عايز احكي لك عليه، بس احكي لك عشان ما تجيش تقول لي يا نحله انت ما بتحكيليش. انجز يا نحله. انا لسه شايف جيجي من شويه راكب عربيه عضو مجلس الشعب اللي يوسف شغال عنده. الشيمي؟ اه الشيمي بيه. اوعى لكم بتكذب. عيب يا كبير، لو مش مصدقني والله العظيم لسه راكبين العربيه قدام عيني وطارين بيها مع بعض. معلش بقول لك ايه؟ حسك عينك حد يعرف الموضوع ده غير انا وانت، انت فاهم ولا لا؟ يا كبير عيب يا كبير، انا حبيت اقول لك بس عشان اخلي مسؤوليتي قدام نفسي. ماشي روح دلوقتي. ماشي. نحلة. انا ايه يا كبير؟ مين الجوز دول؟ كل يوم يجوا يقعدوا نفس القعده دي، يا اما يقعدوا بره يطلبوا شويه طلبات وبعد كده يمشوا. خلي بالك يا ده احسن يكون حكومه ولا حاجه. عيب يا كبير، ده لتربيتك، هم لو حكومه برضه كان زمان قعدهم هنا. مش عايز مني حاجه؟ ما
بس يا ستي اكتشفت خيانتها ليه وطردتها من البيت. ده كان حقك قتلتها قتل. هو في كده؟ في ناس تعض الايد اللي اتمدت لها؟ ليه؟ هي كان ناقصها ايه؟ انا ما شغلتش بالي بالافكار دي، انا اعتبرتها صفحه في حياتي وطلعت. ده انت كان حقك ترميها في الزبالة. اتاريك اتاريك والله يا شيمي بي. ايه حكاية الشيمي بي يا شيمي بي دي؟ ما تقولي لي يا شيمي وبس، ولا انت رايك ايه؟ يعني اصل بس ولا اصل ولا فصل. خليكي احسن على طبيعتك، كملي بقى. واتاريني ايه؟ يعني انا كنت بقول اتاريك لما جيت للمقدس كان يعني شكلك متضايق وبالك مهموم مش مبسوط. انت حسيتي بيا ساعتها؟ ما كنتيش تعرفيني. سبحان الله بقى. تقولي اصل في ناس يا شيمي بيه تبقى عارفهم طول عمرك بس ما تفهمهمش ابدا، وفي ناس اول ما تشوفهم تحس كده انك قاري كل اللي جواهم وحاسس بيهم من غير ما يتكلموا. على فكره انت بني ادمه جميله جدا. ده بس من ذوقك يا شيمي بيه. ده بس من ذوقك يا شيمي. ايوه كده، الغلطة من هنا ورايح ب 100 جنيه، وانتي حرة بقى. لا أنا مش قدها، هقول لك يا شيمي على طول. أنا اتكلمت عن نفسي كتير قوي. ما تحكي لي أنت بقى عن نفسك. لا أحكي لك إيه؟ هو أنت غاوي صداع؟ أيوة يا ستي غاوي صداع. مش كفاية صدعتك؟ لا ما تقولش كده، ما صدعتنيش ولا حاجة. ماشي يا سيدي، أنا هحكي لك. دي أنهي نسخة؟ دي النسخة الزيرو. حبيت افرجك عليها قبل ما اقعد اشتغل فيها. تمام. شايف الجدع ابو جاكيت اسود ده؟ خد بالك منه كويس قوي. اوكي. دول بقى بيصلوا في الكنيسه. في النسخه الفاينل احط التفجيرات دي مع تفجيرات بغداد على النسخه بتاعت الاقصر اللي انا كنت وريتها لك قبل كده. هاي قفله ما تنزلوش الا لما اقول لك. سميتها؟ لا ما فكرتش. دماء الاقباط في مصر هل لها نهايه؟ ادي بقى دي. اوكي اوكي. عارف يوسف ايه؟ وانا معاك ببقى مبسوطه قوي ومرتاحه، بس لما بروح البيت وافكر في الكلام اللي احنا قلناه بقول لنفسي ايه اللي انت بتعمليه ده. بحس انه الموضوع مش هينفع. مش هينفع ليه؟ بخاف ان الموضوع يتطور بينا اكتر من كده والامور تخرج من ايدي. وايه يعني لما تخرج من ايدك؟ خايفه تكرري تجربه سعيد تاني؟ يوسف اديكي قلتيها بنفسك، يوسف مش سعيد. يا يوسف انت مش فاهم حاجه ومش عايز تفهم حاجه. لا انا فاهم كل حاجه. فاهم ان انت خايفه ان احنا نرتبط رسمي. خلاص خليكي خايفه وعيش لوحدك، وانا كمان عايش لوحدي. يوسف انا عندي مشاكل كتير قوي في حياتي وهتكبر اكتر واكتر لو انا طوعتك دلوقتي. رامي دي حاجه من الحاجات. رامي انت عارفه انا بحبه قد ايه، وعارفه كمان ان انا هحطه في عينيا زي ما هحطك انت كمان في عينيا بالظبط. طب وسعيد؟ ماله ده كمان؟ وانا هاخد الاذن من سعيد عشان اتجوزك؟ سعيد هياخد مني رامي بالغصب لو انا اتجوزتك دلوقتي. مش هيقدر يلمس شعره منه، انا مش هسمح له بحاجه زي كده، ولو فكر فيها انا اللي هتصدر له. يا يوسف انا مش عايز الامور توصل لنقطه الحرب تاني مع سعيد، انا تعبت. سعيد لو اختار الحرب يبقى دبور وزن على خراب عشه، واهلا بيه، ويبقى يوريني اخره ايه. انت مش فاهم حاجه. انا بجد تعبت يا يوسف. تعبت. خلاص مش قادره على المشاكل. نفسي اعيش عيشه هاديه ما فيهاش اي قلق. يعني انت عايزه تفهميني ان احنا مش هنتجوز عشان سعيد؟ ما كنتش اتخيل ان انت بتضعفي دلوقتي. واحد اتجوزك مرمطك وبهدلك وسرقك وطلقك، ودلوقتي مستنيه تاخدي اذنه عشان تتجوزي ولا ما تتجوزيش؟ سعيد عارف ان رامي هو نقطه ضعفي. قولوا له رامي انا كنت اتصرفت معاه تصرف تاني، وانت عارف ده كويس. وانت عارفه كويس ان انا قدها وقدود، وزي ما قلت لك ان انا هتصدر له يبقى هتصدر له ومش هخليه يلمس شعره مني. غالي انا بحبك. بحبك ومش هقدر اعيش من غيرك.
ومش هسمح لمخلوق ولا الجن الازرق ولا الزفت اللي اسمه سعيد ده شخصيا انه يمنعنا ان احنا نعيش مع بعض. فاهمه؟ عشان خاطر فكري في الكلام اللي انا بقوله لك ده، بس من غير خوف، عشان خاطري فكري. وعم عارف عامله ايه يا ام جيجي؟ هيعمل ايه؟ اهو عايش ولسه زي ما هو شغال على التاكسي. ها باع النص اللي ليه فيه لشريكه وبقى شغال معاه عليه. انا معلش، ربنا يعوض عليه ان شاء الله. قادر يا ابني ربنا يعوض عليه. بقول لك ايه يا رايق، البيت بيتك، انا هقوم اصلي العشاء. ماشي كل ده، انه النبي ربنا يكرمنا. ربنا يا رب يوفقك يا ابني، انت واللي زيك يا حبيبي. عن اذنك. اتفضلي يا حاج. الحمد لله على السلامة يا جيجي. نعم يا رايق. عمل عليكي. أنا عايز أعرف بقى أنت بتعملي إيه مع الشيم من ورانا؟ أنت لحقت اتبلغت بسرعة كده؟ رد عليا يا جيجي. كنت مع الشيمي في العربية بتعملي إيه؟ بعمل اللي بعمله. وما كنتش راكبة في عربيته بس لمعلوماتك. ده كمان خدني عشاني في مطعم خمس نجوم. في حاجة بقى؟ في حاجة يا جيجي. ما تظبطي في الكلام. أول حاجة يا جيجي، الكلام ده ما ياكلش معايا. ولو فاكرة عشان دياب مسافر هتمشي على حل شعرك وتركبي عربيات مع شيمي أو مع حد غريب. أنت هتفضلي ماشية على السيستم اللي ديبو مشاكي عليه، ومش هتغريب مزاجك ولا مزاج غيرك، أنت فاهمة ولا لأ؟ خلصت؟ أه خلصت يا جيجي. طب اسمع بقى عشان أجيب لك من الآخر، عشان واضح كده إن صاحبك ما فهمكش. أنا ديبو بالنسبة لي بقى مش أكتر من واحد جارنا، يعني ملوش كلمة عليا، ولا له سيستم يخصني يمشيني عليه، وأنا بقى حرة أعمل اللي أنا عايزاه، ومحدش في الحارة دي كلها يقدر يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. وبعدين أنت مالك جاي بتنحرر قوي كده وغضبان عليا عشان خاطر ديبو؟ هو فين الديبو ده؟ تقدر تقول لي؟ جاي إمتى؟ كلمني كم مرة؟ بلاش. كلمك أنت صاحبه كم مرة؟ ديبو خلاص. سابني ومش عايزني، وانا بقى مش عايزاه. سيبني بقى اشوف حالي. برضه اسمع منه يا جيجي، ولحد لما يقول لي انت ما تخصوش او يرجع بالسلامه، انت امانه في رقبتنا. ولو شفتك برضه مع حد غريب ازعلك. انا كتير مبسوط من تركيزك معانا دياب، كمان الشغل اللي اتبعت من مصر هايل. مش عايزك تقلق خالص، أنا ناوي كمان أعمل فريق مراسلين كامل، يعني مش هتلاحق على الشغل. عن جد؟ عن جد. تعرف ديبو، أحلى حاجة في الشغل اللي إحنا بنعملها هون إنك بتشوف تأثير شغلك على الناس مباشرة، وتساعدهم على تغيير واقعهم. رغم إن أنا مش عارف ده ممكن يحصل إزاي، بس ما دام حاجة كويسة يبقى تمام. شيرتو. تخيل مكتبنا بعد 10 سنين تلاقي التاريخ بيحكي عنك، تلاقي اسمك مكتوب ضمن اللي غيروا الواقع. مش عارف اقول لك ايه اللي انا فيه ده، انا كنت بحلم بيه. بص يا عدنان، انا في حاجات في حياتي عملتها انا مش راضي عنها، منها اللي برضايا ومنها اللي غصب عني، بس من ساعه ما اشتغلنا مع بعض وانا حالف اني ما ارجعش للغلط تاني، مش هرجع له. ما تقلق ديبو، الخدمه اللي بتاديها لبلدك بشغلك هون تغفر لك اي شيء ما انتش راضي عنه. توتو باني توت بابوستو. Thank you.
اخرتها يا يوسف. والله ما انا عارف. تفتكر الواد دي بعمل الصح لما قعد هناك وما رجعش معانا؟ انت مش عرفك. ما يمكن حاله هناك اسخن مننا 100 مره. يمكن. بس وبعدين؟ هنفضل في الموال ده لحد امتى؟ مش يمكن بعد العمليه دي يدينا استماره 6 ويطلعنا معاش ويقول لنا شكرا؟ حتى لو قلناش شكرا احنا لازم نسوق عليه. نقول له تديبه سافر والتاني مش فاضي والتالت مش ينفع يشتغل لوحده. نهزأ عليه يعني في الكلام عشان نخلص. ده على اساس ان انت بتتعامل مع المبادره. ده جنرال يا ميمي. هنعمل ايه بقى؟ احنا وصلنا مرحله طالعين دلوقتي مش عارفين هنرجع سلام ولا لا. تفتكر لو ما سمعناش كلامه هنفضل سلام؟ الكابتن طماع فينا اكتر. هو قلبه مستقوى علينا عشان عارف ان احنا مش هنعرف نقول له لا. عندك حق. الحكايه بوخت وبعدين ما تقيل. بعدين خلاص بقى يا اخي. كل واحد فينا عمل فلوسه وعمل اللي هو عايزه. كفايه بقى. نشوف لنا حته عيل. نشوفه بيكبر قدام عينينا. مش احسن واحد فينا ياخد له طلقه يروح فيها؟ على قولك. ما هو الواحد ما يبقاش فقري طول عمره. أول ما الدنيا تضحك لي وألاقي الجواز الصح أطلع منها بدري بدري. اسمع، ده آخر، وإذا كان على الورق اللي هو زليلنا بيه إحنا نحط عليه ونجيبه من كرشه. كرشه إيه يا أبو كرشه؟ إحنا ننزي بقى في الكلام. إيه؟ أو منخيت أول ما قلت لك ننط على كرشه؟ ما نخيتش يا يوسف. ما أنت لو كنت جيت معايا المرة اللي فاتت كنت شفت القلعة اللي عايش فيها. مفيش حد يعرف يروح يعمل معاه حاجة هناك. طب عايزنا نعمل إيه يا أخي؟ معرفش بقى. مفيش قدامنا حاجة إن إحنا نسيبها نصرفها. لكن شغل تاني مش شغالين. والورق بقى يعمل اللي هو عايزه. كفاية قرف بقى يا أخي. طب اسمع. إحنا نديها له واحدة واحدة. منها ما نطقش فيه. ومنها نكون وقفنا المطعم على رجليه. أو نلاقي حاجة نسند عليها ظهرنا برضه. صح الكلام؟ صح الكلام. I'm not afraid.
بتقشر على سلالي يا كبير، ولا حست في يوم بالمر، محكوم علي عيش مع ناس بتقشر على سلالي يا كبير، ولا حست في